هل بهذه الخطوه يعني ستتبدل المعامله المعادله تماما استاذ توماس؟ يعني الولايات المتحده يعني اصبحت بالتأكيد. ستصبح يعني إن نفذ هذا القرار ستصبح طرف ليس طرف وسيط كما يعني كانت تدعي طوال هذه طبعاً السنوات. طبعا انا يا استاذ عمرو انا بحاول ان اليك الصوره او الجو العام اكثر من ده وجهه نظري او لا يعني. لا طبعا يعني ونحن عايزين نشوف نفهم ازاي الاداره دي بتفكر يعني. بتفكر بطريقه انه اعمال احنا نعمل اللي علينا وهم يعملوا اللي عليهم بقى. يعني فاهم قصدي يعني بالتعبير المصري الدارج يعني. يعني وهذا هو بالتحديد ما حدث في الايام الاخيره يعني. طب هل تعتقد يا استاذ توماس انه الاداره الامريكيه متجانسه بصدد اتخاذ مثل هذا القرار؟ يعني هل هي على قلب رجل واحد؟ لا هم يعني بالتاكيد يعني لم اجد في الفتره الاخيره اي في تحديدا في الايام الاخيره اي اعتراض ضمني حول هذا القرار، يعني اعتراض تنفيذي اداري بمعنى اصح، وان كان هناك بعض التخوف او القلق من تبعات هذا القرار. يعني حتى اكون واضح في هذا الكلام يعني يعني لم اجد اصوات مطالبه بكل الاعتراضات او التحفظات التي ظهرت نعم. في الساحه الامريكيه تحديدا في واشنطن. طيب. كانت تركز حول التوقيت اكثر منه القرار نفسه يعني. طيب. مش وقته مش ليس قرارا مفيدا للعمليه السلميه، ولكن لم يعترض بشكل عام اي شخص او اي جهه اعتراضا واضحا كاسحا او نوع من التحفظ تجاه نعم. التحفظ اساسا تجاه تبعات هذا القرار، التحفظ اساسا تجاه توقيت هذا القرار. طيب وليس استاذ توماس القرار نفسه.